رود هاوس، فيلم أكشن وإثارة، إنتاج 2024، مدة الفيلم ساعتين، لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 15 عاماً، متوفر للمشاهدة على برايم فيديو. قصة الفيلم: مقاتل سابق في UFC يقرر العمل كحارس لحانة، ولكن يواجه العديد من المشاكل. العنوان العريض للفيلم: فقط استمتع بالأكشن. السيناريو والحوار: بناء السيناريو جيد كبداية ووسط ونهاية، بنية تقليدية لفيلم إثارة، ولكن ضعيف على عدة أصعدة. الحبكة متوقعة إلى حد ما، هناك بعض الأحداث غير المنطقية وساذجة. الفيلم يركز على مشاهد القتال أكثر من القصة. شخصية البطل مثيرة للاهتمام، شخصية معقدة، مقاتل محترف يعاني من مشاعر الذنب ويحاول العثور على مكان ينتمي إليه. الشخصيات الثانوية لا تقدم الكثير، ولم يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي من السيناريو. الحوارات بسيطة بدون عمق، فقط لدفع القصة للأمام. الإخراج والتصوير والإضاءة: يستخدم المخرج لغة سينمائية واضحة ومباشرة، يركز على مشاهد القتال ويستخدم تقنيات متنوعة لجعلها مثيرة مع استخدام الكاميرا والحركة بشكل فعال لخلق شعور بالتشويق والتوتر، ولكن بعض المشاهد تبدو مفككة غير مترابطة. مشاهد الأكشن مصممة بشكل جيد، ولكن بعض مشاهد الأكشن تبدو غير واقعية بسبب الاعتماد المفرط على المؤثرات الخاصة. أمثلة للتوضيح: مشهد القتال بين دالتون وعصابة راكبي الدراجات النارية مصمم بشكل جيد ومنفذ باحترافية، الحركات سريعة وسلسة، التصوير مثير ويحافظ على تركيز المشاهد. مثال آخر: مشهد القتال بين دالتون ومالون يستخدم لقطات مقربة لخلق شعور بالتوتر والإثارة مع زوايا الكاميرا المبتكرة لجعل المشهد أكثر ديناميكية، وتستخدم الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخلق شعور بالإثارة. مشهد لقاء دالتون مع إيلي في المستشفى تبدو شخصياتهما غير مترابطة، الحوار بينهما غير طبيعي وغير مقنع، المشهد لا يقدم أي معلومات مهمة للقصة. جودة التصوير جيدة مع إضاءة مستخدمة بشكل متوازن، المونتاج جيد ويحافظ على سرعة الفيلم ويبقيه مثيرا، الموسيقى مناسبة تماما للأجواء العامة، تستخدم موسيقى وأغاني متنوعة وفي الغالب إلكترونية ومظلمة لخلق شعور بالإثارة والتشويق. الممثلين: يقدم بطل الفيلم أداء قويا ومقنعا، يظهر نطاقا واسعا من المشاعر من الغضب إلى الحزن إلى الأمل. باقي الممثلين لم يقنعوا وأضعفوا من المستوى العام للفيلم. فيلم بوب كورن ممتع، به لحظات مثيرة على مستوى الأكشن، ولكن سيناريو به نقاط ضعف عديدة. فيلم ممتع لمحبي أفلام الأكشن، لكنه قد لا يردي حب الأفلام ذات القصة القوية والشخصيات المعقدة. وإنتاجيا كعادة برايم فيديو لا تبخل على أعمالها بأي جودة ممكنة. تقييم للفيلم هو 5/10.